طبعا رجعنا مره تانية بعد الاستراحه الفقره الطبيه، وطبعا كلنا عارفين ان بقالنا اكتر من سنتين العالم كله بيمر بجائحه صحيه متمثله كانت في فيروس كوفيد 19، واللي تقريبا ما فيش حد ما اتصابش بيه في اي موجه من الموجات اللي عدت علينا. في اللي الحمد لله عدى منها بسلام، وفي اللي مر بتجربه صحيه واعراض قاسيه جدا، للاسف في اللي توفى اثر الازمه الصحيه. لكن في حاجه بتلعب دور اساسي جدا في مواجهه الفيروس ده وغيره من اي فيروسات قويه واعراضهم في اجسامنا، وهي طبعا جهاز المناعه. بس يا ترى ازاي نقدر نقوي بقى جهاز المناعه ده في مواجهه كوفيد 19 او غيره من الفيروسات والامراض؟ هل التغذية الصحية ليها دور في ده ولا هنعمل ايه؟ طيب ده طبعا اللي هنعرفه النهارده من ضيفتي اللي مشرفاني نوراني في الاستوديو، دكتور سالي فيكتور، اخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة من الفريق الطبي لشركة اون تارجت فارما. اهلا بيكي يا دكتور. اهلا بيكي يا شيفا، ايه الاخبار؟ الحمد لله حبيبتي، وحشينا جدا. وانت كمان جدا. طبعا الموضوع مهم، وخصوصا احنا داخلين على مرحلة جديدة فيها دراسة حقيقي. فيها شتاء والجو هيبقى يعني هيميل بقى طبعا للبروده، واحنا دايما بنخاف قوي من الموضوع ده، بالذات الاطفال كمان. الاطفال اكتر وقت تقريبا بتعيا فيه، حتى بالزبط. الكبار يمكن هي فتره الشتاء، فتره الشتاء. الدراسه وتغيير الفصول. ايوه بالظبط. فكره المناعه، بما اننا فعلا مرينا بفتره كانت صعبه جدا من كام سنه، وفي ناس طبعا اتاذت منها جدا، في ناس توفت رحمهم الله، لكن احنا في الاخر بنقول ايه؟ بندعو ربنا ان احنا نعمل الصح، والباقي بقى هو حفظ ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله. ايه اللي نقدر نعمله علشان التغذيه بتاعتنا تبقى ايه؟ يعني هل نوع التغذيه بيأثر فعلا على جهاز المناعه؟ اكيد طبعا. يعني احنا دايما بنقول مثل شعبي حلو جدا، العقل السليم في الجسم السليم. مظبوط. وبما احنا عايزين الجسم سليم، لازم كمان التغذيه تكون سليمه عشان يكون الجسم سليم. كويس. فالفرق التغذيه ما بين الاكل المش صحي او الاكل الضار طبعا بتاثر بشكل كبير جدا على الجهاز المناعي. نفس الكلام في الاكل السليم، بيأثر بشكل كبير جدا يعني على المناعه وعلى صحه الجسم وعلى على صحة الجسم وعلى كمان يعني أداء الأعضاء الحيوية، وإن أنا إزاي يعني بعمل مجهودي اليومي، ده كل ده طبعا بيأثر بشكل كبير، لأن أنا لما باكل أنا محتاجة عناصر أساسية زي مثلا الكربوهيدرات، النشويات، البروتين، الحاجات دي كلها. بجانب كمان الحاجات دي أنا محتاجة فيتامينات ومينرالز ومعادن، كل الحاجات دي برضو أساسية إنها بتلعب دور كبير جدا في جهاز المناعة. فأنا لما آكل أكل بيكون متوازن ويكون أكل صحي، أنا خدت كل العناصر الغذائية، أنا خدت كربوهيدرات إدت للجسم الطاقة اللي الخلايا محتاجاها، خدت البروتين، ده عامل اساسي ومهم جدا عشان ينظم الانزيمات في الجسم، فبالتالي انا ببني كل حاجه في الجسم من العضلات والانسجه والخلايا وخلافه. انا كمان محتاجه دهون، لان الدهون دي كمان مهمه جدا لجسمي، وهي برضو من مصادر الطاقه ومهمه جدا للجسم. بالاضافه لدول الاكل بيكون فيه النيوترينز ديت، بيكون معاه كمان فيتامينات ومعادن ومينرالز، فانا اكلي اساسي جدا في جهاز المناعة. انا لازم اكل بشكل كويس، اكل كل انواع الاكل اللي هيديني اللي انا محتاجاه عشان ابني الجسم، يكون جسمي صحي، وفي نفس الوقت علشان ده هيأثر على جهاز المناعة. طبعا يعني فترة كورونا كانت فترة يعني حقيقي صعبة جدا، والناس اتأثرت بشكل كبير، لان احنا كمان كانت حاجة جديدة. كانت مؤشر لينا ناخد بالنا. بالظبط. بس اتمنى ان الناس ما تبقاش يعني ايه فتره وعدت واللي ربنا مسلمها معايا فيقول لك يعني تمام انا تمام انا مش عايزه. طبعا كده. الناس اهتمت جدا الفتره اللي فاتت بدور المناعه، يعني يمكن بدانا نبحث بقى عن الفيتامين سي، وبدانا ناكل اكل صحي، وبدانا ننتشر بشكل او باخر. الناس بدات تعرف بقى نمنع الاكل بتاع بره، ودي كانت فتره برضو الفتره دي بالذات كمان الناس كتير منعت الاكل بتاع بره، وقالت لا احنا مش هناكل بره عشان خاطر الفيروس وعشان خاطر طبعا الجسم. والناس بدات بقى تدور على دور المناعه، ويا ترى المناعه دي هل ليها دور ان انا امرض او يجي لي مرض او لا. او طبعا في ناس كتير جدا اكتشفت ان المناعه دي حاجه اساسيه جدا انها تحمي جسمي من الامراض. هو جهاز الدفاع بتاع الجسم، جهاز هو الجيش بتاعي. بالظبط. هو نفس يعني نفس هو الجيش بتاعي. انا لو الجيش دوت دايما مديه اسلحه بتاعته وجاهز اي خطر هيواجهه، خلاص انا بالنسبه لي مش هخاف تماما، لان اي فيروس هيجي او اي ميكروب او اي مرض
انا الجهاز دوت هيدافع عني، لكن لو الجيش ده ضعيف مش مزود بالاسلحه يعني نايم شويه انا مش مهتم بيه، طبيعي اي فيروس هيجي هياثر على جسمي. لان في ناس كمان بتقول انا دول البرد بيجي لي بيقعد معايا اسبوعين فتره طويله ده كده هي او بيتعرض له اكتر من مره في وقت قليل وانتي بايوتكس بقى ويعني حاجات كتير ودي اصلا بتضعف كمان جهاز المناعه بالظبط. ففي ناس كتير مش حاسه ان قد ايه دور المناعه ده مهم جدا يعني على المدى الشخصي وعلى مدى كمان الصحي. فاحنا عشان كده بنقول يا جماعه التغذيه طبعا دور اساسي جدا 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 في المناعه. انا لازم اكل اكل يبني جسمي كويس يعني حتى الاطفال احنا لما بنقول للامهات ان لازم تاكلوا اولادكم كل الخضروات والفواكه ما تمنعيش طفلك من الاكل، لان هو الحاجات دي بتبني الجسم كل وبتبني حاجه العضلات من دي بتديله حاجه اضافيه بتديله حاجه بالظبط. عشان كده احنا يعني هدفنا دايما في اون تارجت فارما ان احنا لما بندي نظام غذائي لاي حد بنقول للناس احنا مش هنحرمكم من الاكل لان الاكل دوت مفيد جدا ومهم جدا للجسم، لكن احنا بنتكلم في ازاي هطبخ الاكل دوت، ازاي هخليه صحي وفي نفس الوقت ازاي هدي السعرات الحراريه المناسبه لجسمي اللي هتدي الجسم الطاقه اللي هو محتاجها عشان تبني المناعه وتبني الجسم وتحسسني بالشبع، وفي نفس الوقت ان هي هتكون يعني هتبعد عن المشاكل بتاعه الدهون الضاره وكتر نشويات الحاجات الضاره اللي هتبتدي بقى تدخلني في مشاكل طبعا بدايه من السمنه اضافه بقى لمرض السكري ومرض الضغط والغده، وطبعا كل الامراض ديت بيكون ليها تاثير مباشر جدا على المناعه، لان طبعا الناس اللي بتعاني من امراض مزمنه بتكون مناعتهم يعني ضعيفه شويه فبيكون سهل ان هم يتعرضوا للامراض. فعشان كده طبعا التغذيه دي بتكون مهمه جدا سواء لشخص سليم او لشخص كمان بيعاني من امراض. طب يا دكتور التغذيه وعرفناها، ايه تاني من الفيتامينز او الحاجات اللي ممكن ندعم بيها؟ احنا عرفنا فيتامين سي كل الناس خلاص عرفت، في انواع تانيه من الفيتامينات ممكن ندعم بيها بجانب الاكل بتاعنا الصحي التغذيه الصحيه السليمه؟ اكيد طبعا احنا كل الفيتامين سواء فيتامين سي احنا طبعا مهتمين جدا بفيتامين سي في الكورس بتاعنا. احنا كورس الاناسيليوم بيتميز ان هو فيه 50% من فيتامين سي، بحيث ان لو حد بيعمل دايت احنا مش هنأثر على المناعه لان انا بمدك برضو بنسبه عاليه من فيتامين سي بالاضافه للاكل، فده هيساعد جدا الجسم. في طبعا فيتامين ثانيه زي فيتامين اي وفيتامين د وفيتامين ج، كل الحاجات دي طبعا مهمه جدا، او الاوميجا 3 برضو. والاوميجا 3 اكيد اساسي جدا. واحنا كمان حتى في الشركه احنا بس يعني بجانب كورس الاناسيليوم احنا كمان بنديهم اعشاب طبيعيه مهمه جدا زي مثلا عشبه المورينجا. المورينجا دي مفيده جدا للجسم بشكل عام، مفيده للهضم، فيها كمان بتقلل كمان حساسيه الانسولين، فمهمه جدا للجسم انها فيها كمان نسبه عاليه جدا من فيتامين الف ومهم جدا للشعر والبشره وللجسم، وفيها كمان نسبه عاليه من فيتامين سي. فاحنا الكورسات كلنا بتاعتها بتدعموها يعني مش بس اناسيليوم، يعني في حاجات تانيه مع الكورس كمان، في حاجات تانيه مع الكورس. احنا يعني بجانب كمان الاناسيليوم احنا عندنا كورسات مكثفه وعندنا يعني كل الكورس كل على حسب كل طبعا حاله من البيشنت احنا بنتعامل معاهم. فاحنا كمان بالاضافه ان احنا بنساعد معاهم بالنظام الغذائي بناخد منه الفيتامينات او المعادن او الطاقه اللي احنا محتاجينها، احنا كمان بجانب الوسائل المساعده ان هي بتبقى كلها حاجات طبيعيه طبعا 100%. فالحاجات الطبيعيه مش هتاثر على ميكانيزم الجسم، هتبقى عمليه الهضم بشكل سليم جدا، مش هتاثر على كيمياء المخ، مش هتلعب في الهرمونات، مش هتعمل لي اي مشاكل ثانيه صحيه او اعراض جانبيه بعد فتره من استخدام الكورس. فاحنا دايما بنهتم ان يكون الكورس طبيعي 100% وامن 100% بحيث ان هو يتناسب مع ناس كتير جدا، يعني سواء بيعانوا من امراض مثلا في المناعه او انيميا او مشاكل تانية زي مثلا مرض السكر او امراض غيرها بتاثر على المناعه، وفي نفس الوقت انا بساعده ان انا هخليه يخس بشكل صحي بشكل هيوصل للهدف اللي هو عايزه، وانا كمان هخليه يخس بشكل صحي مش هيبتدي بقى بعد فتره الدايت يقول اصل انا وشي بهتان، اصل انا باين عليا الخساسان قوي فانا شكلي كاني عيان والبشره بهتانه والهالات السوداء والشعر الدروب اللي بيحصل ده ما بيبقاش محسوس يعني بالظبط. حقيقي جدا انا عارف الناس بتخس بشكل غلط قوي فتقول لك انا يعني الجسم بيفقد المعادن والفيتامينات اللي هو محتاجها لان هو مش جاي له من النظام الغذائي او من وسائل المساعده، فهو مش عارف يجيب منين الفيتامين دي، فبيضطر طبعا ان هو ايه يلعب ياخد من الجسم او يعني يبتدي بقى يضعف او يعني تنزل بقى العضلات والحاجات دي، فكل ده طبعا بتكون مشاكل كبيره. فاحنا بقى بنلعب ان احنا هنهتم بالمناعه وهنهتم بصحه الجسم وهنساعدهم بوسائل مساعده، تساعدهم على الشبع وتساعدهم على حرق الدهون في الجسم بشكل صحي، وفي نفس الوقت احنا بنخلي شكلنا صحي ورياضي وجميل والدنيا كلها بتبقى مظبوطه. طب بص يا دكتور، احنا دلوقتي هنتكلم عن اللي بيعاني من سمنه بسيطه او هنتكلم عن اللي بيعاني من سمنه مفرطه،
في الحالتين دول بتتعاملوا معاه ازاي؟ قول لنا كده انتوا كشركه اون تارجت فارما بتعملوا معاه ايه؟ احنا طبعا لما اي بيشنت بيتواصل معانا احنا بيكون عندنا استماره او زي ابلكيشن. الابلكيشن ده بناخد منه كل المعلومات عن تاريخه المرضي، بناخد منه هيستوري كامل، يعني بناخد الوزن، الطول، هل بيعاني من امراض، هل عنده مشاكل في المناعه، طب نسبه الانيميا قد ايه في الجسم. كل الحاجات دي احنا بنبقى عارفينها، لان طبعا في فرق كبير ما بين السمنه العاديه والسمنه المفرطه جدا، او اللي هو الناس اللي بتعاني من سمنه مفرطه ان اكيد بيكون عندهم مشاكل تانية صحيه حتى اللي هم مش عارفين. يعني في ناس كتير بتتواصل معانا ويقول لك انا بس مليان شويه، بس لما يروح يعمل تحليل بيكتشف ان هو عنده الدهون الثلاثيه عاليه، الكوليسترول عالي، ممكن كمان يكون في بدايه مرحله ما قبل مرض السكري، او خلاص فاضل له بس خطوه واحده عليها. ففي ناس كتير ما بتبقاش حاسه، تقول انا بس تخين شويه او مليان شويه او عندي مثلا كرش عايز بس انزله. فكل الحاجات دي طبعا بتكون اثرت على المناعه بشكل كبير، فبالتالي فتحت لي باب كتير لامراض انا مش حاسس بيها. فاحنا في الشركه، في شركه اون تارجت فارما، لما اي بيشنت بيتواصل معانا احنا بناخد منه كل البيانات ديت، وعلى اساس بقى على حسب حاله كل شخص او على حسب حاله كل مريض احنا بنبتدي نديله الكورسات المناسبه ليه، سواء مثلا الكورس العادي او الكورس المكثف مع اعشاب، مع حاجات بتساعد على سد الشهيه او بتساعد على حرق الدهون، على حسب طبعا هو ايه. بيبقى في تخصصات للدكاتره يا دكتور لكل حاله مثلا من دول؟ يعني مثلا مريض سكر، مريض قلب، اطفال صغيرين، اعتقد انتوا بتوزعوها على دكاتره متخصصين في نفس المجال. احنا بنتعامل دايما مع كل مريض او مع كل بيشنت ان هو حاله خاصه، يعني انا ههتم بيك او يعني هديله اهتمام ومتابعه من اول ما هياخد الكورس ويمشي على النظام الغذائي لحد ما يوصل للوزن اللي هو مثالي ليه، بعد كده ممكن كمان عايز يثبت الوزن فنكمل. الناس بتوصل ان احنا بنغير فكرها او تفكيرها من ان انا ده لايف ستايل او ده حياتي او ده الاكل الخاص بقى متعود عليه من زمان للايف ستايل هيلثي، انا خلاص ده بقت طبيعه حياتي، انا يعني الاكل الصحي المناسب دوت ده الاكل انا بحبه وده الاكل اتعودت عليه وانا خلاص عندي استعداد ان انا اكمل، بحيث ان هو بعد فتره الدايت ما يرجعش تاني بقى ياكل اكتر من الاول فنرجع بقى نزيد في الوزن تاني. واحنا طبعا كده بنلعب في هرمونات الجسم وبنلعب في الغدد وبنلعب في حاجات كتير، فطبعا ده بيأثر على المناعه اصلا، هو بعد كده ممكن لما يتخن ما يعرفش يخس تاني بالشكل المناسب، او يقول لي يوه احنا لسه هنرجع تاني من الاول ونبدا دايت من الاول، فالناس بيجي لها حاله احباط كده. وبرده الزعل والضيقه والحاجات دي بتاثر كلها برضه. طبعا بتاثر بشكل كبير جدا على المناعه كمان، يعني غير ان هي بتاثر على صحه الجسم وان انا متضايق وان انا مش عارف ايه، كل الحاجات دي يمكن انا بالنسبه لي اصلا متضايق عندي شويه مشاكل، لكن انا جوه جسمي مش بيترجم ده، جسمي بيترجم ده الاشارات للمخ او النقلات العصبيه، ده هياثر بعد كده على كيمياء المخ، يبتدي بقى ياثر على وظائف الحيويه بتاعه الجسم كله، فيبتدي كمان يلعب في المناعه. فطبعا كل الحاجات بتبقى كونكتد ببعض او مرتبطه ببعض. ببعضها طبعا. بالظبط. طيب كمل يا دكتور. انا عادي. لا انا اصلي عارفه ليه بسالك كده، لان في فتره الواحد عارفه ايه، يعني بسمع اصدقاء انا رايح للدكتور راجع من عند الدكتور، انا الفكره دي في حد ذاتها بالنسبه لي انا كشخص ما اقدرش اواظب عليها، يعني الواحد بيروح للضروره وبيحس ان هو يعني رايح متازم من الزحام، متازم من القعده والانتظار، متازم من حاجات كتير جدا، بس خلاص احنا مضطرين. انتوا عاملين الفكره اونلاين، والفكره ان يبقى في حد تواصل معاكي على الواتساب ان انت تساليه فيرد في ساعتها او يبعت لك فويس او تكلميه، دي حاجه رائعه، فيا ريتك تفصليها لاصدقائنا عشان يبقوا عارفين ان اون تارجت فارما مش مكان هيروحوا ياخدوا منه، لا هو تفاعل اونلاين. اونلاين وهنعرض برضو الارقام ونشوف برضو الصفحات الموجوده بتاعتكم فين، اللي عايز يدخل من اصدقائنا يسيرش ويشوف اخبار يعني الكومنتس بتاعت الناس، اهم حاجه تشوفوها طبعا. هنشوف دلوقتي احنا طبعا عشان دخلنا بيوت كتير وتعاملنا مع يعني نسبه كبيره او فئات كبيره من المجتمع، فاحنا عارفين ان دايما في مشكله بتواجه ناس كبيره او فئه كبيره، انا رايح الجيم اروح للدكتور، في ناس كمان بتقول لا انا ما عنديش مشكله لدرجه توديني للدكتور، ايه ده هو الموضوع مش كبير قوي كده. فدي كمان بتبقى عامل نفسي احنا برضو بيكون عن مشكله عند بعض الناس، لكن الناس دلوقتي بقت تستسهل جدا الموبايل وان انا اقعد يعني اسكرول على الفيسبوك او على ان انا على الواتساب، وسيله سهله في اي مكان، في اي مكان وفي ايدي على طول، انا متاح دايما 24 ساعه. فطبعا دي بتحسس الناس ان انا الدكاتره من الفريق الطبي عندنا دايما معاهم ودايما متابعينهم ومدينهم امل، وبنلعب طبعا على العامل النفسي ان احنا بنشجعهم وبنحفزهم وبنساعدهم يوصلوا لحد اخر الطريق.
فبيحسوا ان الموضوع سهل جدا وان الموضوع مش صعب ودي مش نهايه الحياه وان انا عمري في حياتي ما هوصل للوزن المثالي او ان انا هيبقى جسمي كويس. فاحنا طبعا بنلعب على العامل النفسي وبنلعب ان احنا كمان بنتابع معاهم، احنا بس مش بنديهم كورس، احنا واخدين بايديهم كده من اول الطريق لحد اخر الطريق لحد ما يوصلوا للي هم محتاجينه، وبعد كده هم بيقدروا يكملوا لوحدهم لان بحد كبير هم خلاص بيكونوا اتعودوا على اللايف ستايل الهيلثي. فاحنا بنكون دايما متاحين عشان لو اي حد بيعاني من اي مشكله مش هيقدر مثلا ينزل للدكتور، مثلا زي سيدات البيوت ربات البيوت، انا مش هقدر انزل للدكتور او انا مش في طبيعتي او ما عنديش. وبعدين خلينا نتكلم بصراحه يا دكتور، هي كمان بتبقى تكلفه ثانيه حقيقي، اقتصاديا هي بتبقى تكلفه ثانيه، في ناس ما بتقدرش عليها حقيقي. فخلينا نقول ان هي حتى على الجانب الاقتصادي فهي موفره، ودي حاجه خدمه مقدمه مجانا من الشركه، حاجه بجد جميله. انا ليه بقول احنا عايزين بس نعرض الصفحات، قلنا الاول الصفحات وبعدين نتكلم، هنعرضها مره تانية في نهايه الحلقه. احنا طبعا الارقام الموجوده على الشاشه احنا بنتواصل معاهم تليفون او واتساب او واتساب، تمام. الفيسبوك احنا موجودين صفحه اون تارجت فارما على الفيسبوك، دي الاوفيشال بيج بتاعتنا، تمام. صفحه كمان دكتوره نهال حافظ على الفيسبوك، موجودين كمان على الانستجرام لو حد عايز يتواصل معانا على الانستجرام، برده صفحه اون تارجت فارما على الانستجرام. كويس جدا. وفي صفحه برضو دكتور نهال اللي عايز على الانستا، ده اللي انا عرفته مؤخرا. في برضو صفحه دكتور نهال على الانستجرام، ماشي. برضو ممكن اي حد يتواصل معانا، وطبعا الارقام هي احنا موجودين دايما، ولو حد لقى الرقم مشغول ممكن يبعت لنا على الواتساب. على الواتساب بتردوا على طول، ممكن من كتر المكالمات تكون بس الدنيا مشغوله، فبرضو احنا على الواتساب احنا بنرد بسرعه ودايما متاحين يعني في كل الوقت، فاللي عايز يسال عن اي حاجه ما يترددش خالص، احنا دايما بنتابع مع الناس وبنقدم الخدمه دي لان احنا عايزين نقول للناس احنا مش هنديكوا كورس وانتوا بقى مع نفسكوا وقوي. انتوا عايزين تعرفوا ناس انه في اهتمام بالزبط. وان انا مش هسيبك لاخر لحظه لحد ما انت توصل اللي انت عايزه وتحس ان انا انت حققتي نجاحك، وهو وصل بالزبط. وهو وصل للي هو حبه ونجح هو كمان في اللي هو يعني اخذ المنتج ووصل اللي هو عايزه بشكل كويس. احنا كمان بنساعد الناس ان هي نحسسهم ان الموضوع بسيط وسهل ومفيش اي مشكله، وان انت تقدري عادي جدا توصلي للوزن المناسب ويكون جسمك صحي وجميل وتكوني مبسوطه بنفسك. احنا كمان بنشجعهم اللي هو يا جماعه لا ما تستسلموش، احنا معاكم لحد الاخر، احنا الكورس هو مكمل غذائي مش دواء. المكمل الغذائي دايما بيكون مكمله لحاجه، احنا أيوة. مع النظام الغذائي احنا بنكمل وبنساعد الناس بالكورس او بالكورسات المكثفه اللي احنا بنديها. فاحنا دي طبعا بتسمعوا العجب اكيد يا دكتور، في طبعا اكيد احنا بالنسبه لنا بنقول لكم حاجات خزعبليه يعني ممكن مثلا نقول لك حاجه تقول لك دي بتخسس وانت تبقي مثلا بتشدي في شعرك ما انتش مقتنعه ان ده فكر خاطئ اساسا. هي حسبه السعرات الحقيقيه بتاعت الناس دي ممكن ما تكونش حاسه ان معقوله الاكل انا اكلته ده فيه كل ده اصلا، ده فيه ساندوتش انا يعني مؤخرا لما قعدت احسب انا لا ده انا يعني اصل عشان يعني درست فانا دخلت اعرف ازاي احسب الحاجه دي، يعني اتعلمناها ازاي نحسبها حتى في السويتس في الحاجات اللي، فانا لما لقيت ان الساندوتش ده فيه 1000 سعر اصل انا بحبه جدا 1000 سعر 1000 سعر ممكن في حقيقي ناس ما تحسش بقد ايه بدات احس ان الاكل ده انا بعمله ده غلط، فبدات اقنب نفسي عشان ما اعملش ده. هو الاكل اللي احنا بناكله في البيت عادي احنا ممكن، ومش هيشبعني على فكره انا بعد نص ساعه انا حاسه اني جعانه وبعدين مش عارفه هكمل بقيه ال 2000 في نسبه نشويات وكربوهيدرات عاليه هكملهم ازاي؟ انا لو اكلت حته شوكولاته خلاص كده جبرت معايا اليوم مش عارفه اعمل ايه بعد كده والله. احنا دايما بنقول للناس ان اكل الدايت او الاكل اللي انا هاكله ده مش الاكل، انا مش هروح اجيب اكل مخصوص من سوبر ماركت احنا معين، هنوجه الاكل موجود ومتاح في البيت اللي احنا بنعمله اللي ماما بتعمله، الاكل اللي احنا متعودين عليه في بيتنا في بيتنا المصريه ومطابخنا المصريه العاديه خالص. احنا مش هنخترع اكل، احنا مش هنجيب اكل من بره، احنا بنقول للناس الاكل احنا بناكله عادي بس احنا هنعدل طريقه طهيه تبقى بطريقه صحيه وهنحسبه ويبقى كمياته مظبوطه شويه صغيرين كده يعني هو طبعا الاكل اللي احنا بناكله في ناس كتير بتبقى واخده ان الدايت دوت عارفه معركه، انا داخل حرب وداخل مش عارفه هبعد عن كل بقى الحياه ومش هخرج مع اصحابي، وفي ناس بتقول لك لا انا خالص. هبعد عن العزومات والخروجات. لا يا جماعه هم ياخدوا الاناسين ما هيخرجوا يبقوا مبسوطين جدا. في ناس كتير جدا احنا يعني بعد كمان فتره الدايت بتقول لنا احنا خلاص الاناسيليوم ده بالنسبه لي بقى أساس. اسلوب حياه. طب أنا خلينا نستعرض تاني الصفحات وحضرتك برضو بتفاينل لنا معلش الحاجات الجميله دي. احنا على الفيسبوك صفحه اون تارجت فارم على الفيسبوك، ايوه موجود كمان صفحه الدكتوره نهال حافظ على الفيسبوك، وموجودين على الانستجرام برضو صفحه الدكتوره نهال حافظ موجوده على الانستجرام وصفحه اون تارجت فارما على الانستجرام. هايل جدا.
يعني احنا بنقول للناس مفيش حرمان، مفيش حرمان، بس كده هنظبط الكميات بس مع الكورسات اللي احنا بنديها اللي هتساعدكم هتبقى الدنيا تمام قوي. حبيبتي يا دكتور والله شرفتيني ونورتيني بجد، ربنا يخليكي. يعني خلوني اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني، دكتور سالي فيكتور اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه من الفريق الطبي لشركه اون تارجت فارما. شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني. ربنا يخليكي، ودايما هنعمل موضوعات جديده أكيد. وكل اسئله اصدقائنا هعملهم لك كده وتجاوبيني عليهم في كل فقره. احنا معاهم في اي وقت. حبيبتي تسلمين يا دكتور، وبشكر طبعا حضراتكم مشاهدينا الكرام متابعينا من خلال شاشه قناه الاهلي، شكر وحب وتقدير لحضراتكم. وفي نهايه الحلقه اشكركم واتمنى من الله والله يكتر على الله اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.